شطة أسطورة من أساطير النادي الأهلي. إحنا كلنا بنفتكر الشقلباز اللي كان عامله في ماتش الأهلي والزمالك. أساسا كابتن شطة كان لعيب جمباز اللي أعرفه يعني، وبنته بدرت النادي الأهلي هنا في الجمباز وبدرت مصر على فكرة. فأعتقد إن دي أفريقيا خدتها بعد كده، بقت لعيبة كتير قوي بتعملها الحركة اللي هي الجميلة اللي هو الشقلباز اللي هو عامله. كابتن شطة من الناس الجميلة والناس المحترمة جدا، وبيفهم في الكورة كويس وبيتكلم كويس قوي في الكورة، وراجل كان في الكاف راجل من اساطير النادي الاهلي بصراحه. يعني مش لاقيين كلام نقوله على الكابتن عبد المنعم شطه. شطه من اخلاق، كان الناس اللي اخلاقها عاليه جدا، تقريبا هو اول واحد في مصر بدا موضوع الديفندر دون. بفتكر له ماتش حضرت له في الاستاد ماتش 4-2، كان ماسك تقريبا فاروق جعفر حسن شحاته او حاجه زي كده، وكان ما شاء الله يعني تقريبا ما خلوش لمس كوره يعني. واعتقد انه كان في عليه انتقادات جامده جدا. افتكر وانا صغير يعني كانوا بيقولوا هو جسمه صغير، وكان في الاول ما كانش حد يعني متوقع انه يكون بالموهبه دي، لكن هو يعني تقريبا بيعمل مش عارف 40 كيلو في الماتش ولا كام، اكتر واحد كان بيجري بصراحه، وبعدين كان كمان بيعمل جامب عالي جدا. غير كده كان نادر جدا ما ياخد انذارات، يعني مشهود له بالاخلاق دايما صراحه. كان يعني مسمار خط نص في النادي الاهلي، لعيب مجهود وجبار جدا 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 في الملعب. لا حاجه من الحاجه اللي يعني من لعيبه الكوره اللي استحاله تتنسي يعني. كان لاعب رغم ان هو صغير القامه، ولكن لما جه مصر هنا هو كان وقتها كابتن هيليكوتي، واللي ذكاه ورشحه كابتن محمود الجوهري لما كان لاعب في فريق 20 سنه، وهو اصر كابتن محمود الجوهري ان هو يلعب في الفريق الكبير، وهو قال لكابتن هيليكوتي ان ده لعيب كويس جدا جدا واديله ايه الفرصه، هو يبقى ايه لعيب كويس جدا جدا. وبالفعل اثبت وجوده كابتن شطه، وحقق اول بطوله افريقيه مع النادي الاهلي سنه 1980. وطبعا ماتش الاهلي والزمالك هو كان اول لعيب يعني يعمل الحركه البهلوانيه. هو حتى بيحكي عن نفسه الموقف، وبيحكي موقف ظريف جدا لما كانوا في افريقيا مع كابتن الخطيب وكابتن مصطفى عبده، وبيقول ان هم ايه بيحبوا المقالب قوي. فعمل في موقف ان في المنطقه دهيت في الدوله الافريقيه دهيت في اسود وحيوانات مفترسه، فكابتن الخطيب استخبى له تحت السرير، هو اللي بيحكي مش انا، استخبى له تحت السرير وايه لبس وش اسد وقابله مره واحده كده. وكابتن شطه راح خارج من الحجره على طول قال اسد اسد اسد، قابله كابتن حسن حمدي حتى غرمه وقتها ايه في الوقت، قال له انت تغرمني ما تغرمش محمود الخطيب. فدي المواقف الطريفه ايه لكابتن شطه. وكابتن شطه كمان في حاجه نقولها لاي لعيب بيلعب، ان هو مش ناجح بس رياضيا، لا ده ناجح مهنيا ودراسيا، ان هو مهندس معماري. انت من الناس اللي عندك ارشيف كبير جدا واسرار عميقه جدا للجيل، الجيل العمالقه وجيل الاساطير، وخاصه كان ليك صور مع اسطوره الاساطير الكابتن محمود الخطيب. عايزين نشوف الصور دي يا كابتن شطه على قناه الاهلي، وتطلع بقى من مستودع اسرارك حاجات كتير. انت ليه لسه محتفظ بالاسرار دي يا كابتن شطه؟ طلع الحاجات الحلوه، الصور، الكواليس الجميله اللي كانت بتجمع ما بينك وبين كابتن محمود الخطيب، كابتن مصطفى عبده، الجيل العظيم، اسرارك مع هيديكوتي والمجري هيديكوتي المدرب التاريخي، اسرارك في الاتحاد الافريقي لغايه دلوقتي ليه طبعا في اسرار كتير، علاقتك بعيسى حياته رئيس الاتحاد الافريقي، في اسرار كتيره عايزين نعرفها منك يا كابتن شطه على قناه النادي الاهلي. تحياتي لحضرتك يا كابتن، انت رمز كبير، انسان منظم التفكير، انسان لا يكذب، انسان صادق.